ده تمام ماشي. بصوا احنا هنا عندنا سيشن 5 دي، ده شيت مبيعات بتاعت سوبر ماركت، ده اللي انا بعته النهارده. سوبر ماركت دي فيها ايه؟ تعالى كده نوسع كده ونشوف فيها ايه. هنا كده فيها الانفويس اي دي اللي هو رقم الفاتوره، فيها البرانش اسمه اي بي سي وهكذا اللي هو الفرع، فيها السيتي، فيها الكاستمر تايب اللي هو اذا كان ممبر اللي هو ممبر او نورمال او ايا كان. تعال نشوف كده ايه اللي موجود فيها، ممبر او نورمال او عادي يعني اذا كان هو مشترك ولا عادي، والجندر اللي هو الفيميل والميل، والبرودكت لاين، واليونت برايس والكوانتيتي، والتوتال. انا عايز التوتال ده انا مش هعمله، انا عايز التوتال ده انا والتوتال نعمله كمان احنا، والديت، وعندنا التايم بالتاريخ بتاع التاريخ والتايم، والبيمنت ميثود دي او البيمنت اذا كانت اي والت ولا كاش ولا كريدت كارد، والكوكس، الكوكس اللي هي كوست اوف جودز سيفنج اللي هي تكلفه البضاعه، تكلفه البضاعه المباعه بالظبط، اسمها ايه؟ كوست اوف جودز سيفنج سولد، كوست اوف جودز سولد بالظبط، وجروس مارجن اللي هي هامش الربح اللي احنا هناخده، والجروس انكم بالفلوس كمان، والريتنج دي كل دي المبيعات بتاعتنا كلها، ريتنج دي اللي بتاعتي مش عارف. اوكي بالظبط ماشي، بس كده اهو هنسيف وهندوس نقفل كده الشيت ونقفل ده كله. في حاجه اسمها انستراكشن دي هنشوفها يعني هنشوفها دلوقتي هنعمل بيها ايه. بس اول حاجه عشان امبورت داتا على الباور بي اي هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده دوس على اكسل فايل، بس ركزوا في اللي هيحصل دلوقتي. بصوا لما اقول له ايه الشيت اللي احنا عندنا ده شيت اكسل، لما ادوس امبورت تو فروم اكسل اهي واروح عند سيشن 5، سيشن 5 هلاقيها فاضيه. لا عشان متسيف بسي اس في اللي هو كوما سيبريتد فاليو، فانت هتروح تقول له ايه؟ هنقول له هنا كده فايل ونقول له عايزها تكست سي اس في، هندوس عليها اللي انت لما تروح تعملها امبورت بالاكسل مش هتلاقيها. انت فاهماني يا استاذه؟ تمام تكست سي اس في اهي، هنروح سيشن 5 اهي، سيشن 5 هنلاقيها اهي، لكن لما رحت بالاكسل مش هيعرف يلقطها. فاهمين قصدي؟ هندوس على سي اس في اهي هيعمل لها امبورت، هيقول لنا بقى ايه؟ هيقول لنا اذا كنت انت عايز توديها المطبخ ولا ايه؟ ولا تعمل لها لود على طول؟ لا انا اقول له انا عايز اعمل لها ترانسفورم الاول، ترانسفورم الداتا دي اللي احنا هنروح الاول ايه على المطبخ اللي هو الباور ايه كويري. فاكرين الباور كويري ده؟ كويس جدا. ده الباور كويري خالص. لما نيجي نمشي كده بصوا احنا اهم حاجه تعمل حاجه اسمها ديتكت الداتا تايب. بص كده، بص كده الارقام دي، الارقام دي ما بينها فاليو، ما بينها قصدي ديليمتر اللي هو فواصل، فدي كده مقريه ان هي اي بي سي، ودي فعلا احنا عايزين اي بي سي. نبص كده البرانش اي بي سي، لما تيجي تدوس عليها يقول لك ده انت عايز العمود ده يبقى ايه؟ يبقى تايم، يبقى ديت، يبقى ارقام. فطبعا ده اي بي سي، يبقى دي حروف او تكست، فدي كده زي ما احنا ماشيين. السيتي اي بي سي، الكاستمر تايب اي بي سي، الجندر اي بي سي. تعال ننزل بس كده ونجيبها كده شويه، ده الجندر، اليونت برايس طبعا لو انت عايزها بالهول نمبر او بالديسيمال، دي اسمها ديسيمال اللي هي بالارقام العشريه، والكوانتيتي برضه نفس النظام. عليك السلام كده ماشي اهو. والتوتال اهو، الديت، بصوا خدت بالكم بقى من هنا كده، بصوا كده الديت هنا كده الديت. لا ترانسفورم، لو انت مش عارف ارجع دوس على ماشي. بصوا مساء الخير، مساء الخير، اتفضل اتفضلي خدي راحتك يا سيف، اشيل اللابتوب بتاعي وما فيش مشكله واشتغل على رجلي، ما عنديش مشكله يا جماعه. تمام 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 انت عارف لو جرجرت تلاقيني بعمل كده وتلاقيني بأشعر كده، انا بأشعر، انا تلاقيني كده عارف كانك بتجيب فل وتقعد تعمله في الحيطه كده. اوكي بصوا يا شباب بقى هنا استاذ طبعا جهاد طبعا استاذتنا، فهي عارفه اللي احنا بنقوله لحد بقى ما نخلص بقى احنا الديت بقى. بصوا يا شباب الديت ده بصوا مكتوب عليه ايه؟ اي بي سي.
بصوا الديت مكتوب عليه اي بي سي. اي بي سي يعني ايه؟ يعني اي بي سي يعني كتابه او تكست، بس احنا عايزينه يبقى ديت. احنا عايزينه العمود ده يبقى ديت. هندوس على الاي بي سي دي كده. ايوه، ما انا هقول لك ليه دلوقتي. لما نيجي نختار عليه، ما احنا انت بتبص على التايب. التايب اللي هي ايه؟ يعني العمود ده كله ارقام؟ اه تمام. العمود ده كله كتابه؟ اه تمام. العمود ده ما اعرفش. انت بتبص على التايب، نوع الداتا. فانت بتقول له يعني مثلا بص هنا كده، في الكوانتيتي 1 2 3. 1 2 3 يعني ايه؟ يعني ارقام. تمام. التوتال 1.2 يعني ديسيمال، برضو ارقام. تمام. لكن في الديت ما ينفعش. يعني بص التايم مكتوب عليه ايه؟ التايم معمول عليه علامه الساعه اللي هي التايم، لكن دي المفروض يتعمل عليها علامه الجدول الكالندر، او اللي هي علامه التقويم دي. لما نيجي ندوس عليها كده وندوس عليها ونعمل ديت، ديت بس مش عايزه ديت تايم. قال لي خد بالك انت هتريبليس التايب من ده لده، اللي هو من اي بي سي لديت. هنقول له اه اوكي ريبليس. تمام. اول ما عملت ريبليس فخلاص كده، بص جاب لي هنا اهي، جاب لي الديت اهي. بعد كده نيجي في التايم، البيمنت اي بي سي تمام، الكوكس 1 2 3 ماشي. كده احنا ماشيين تمام كويس. وصل كده يا شباب؟ كده احنا في التمام قوي. هنا بصوا لما نيجي هنا كده في الفيو، هنا كده في الفيو هنلاقي هنا حاجه اسمها كولوم كواليتي، اللي انت ما كنتش عارف تلاقيها في الاكسل، بس هي موجوده بقى في الباور بي اي. الكولوم كواليتي دي بصوا هتلاقوا هنا ايه؟ هتلاقوا هنا في البرانش حاجه اسمها يقول لك في امتي هنا كده. بصوا هنا امتي، في امتي، بيقول لك في فور امتي. فانت كده عندك كذا حل. في فور امتي اهي، لو انت جيت في البرانش، البرانش هنا كده لو رحت لقائمه فيو هتدوس على حاجه اسمها كولوم كواليتي هيظهر لك الشكل ده كده. في حاجه اسمها امتي، امتي اللي هي ايه؟ اللي هي في خلايا فاضيه، او في خلايا مش صفوف، خلايا فاضيه. ففي عندك اكتر من حل. في ان انت ترابلس الحاجه دي، يعني تبص على الامتي ده ايه وتقول له لو لقيت حاجه امتي خليها لي مثلا ايه. ما هو البرانش ده عباره عن ايه؟ اي بي سي. فانت ممكن تقول له ايه؟ الفاضي ده تخليه ايه؟ الفاضي ده تخليه بي، الفاضي ده تخليه سي، او عايز تشيله اتفضل. اه قول لي، قول لي تحت امرك. الايه؟ انهي؟ هوم، هوم اهي. بص اهي اهي، ركز معايا، امتي معايا الاخطاء. فيو كولوم كواليتي يا استاذ. ها ظهرت؟ اوكي ماشي كده، وصلت اهي كده. تمام تمام. فكده يقول لك في ايرور، يعني في مش ايرور، في فاضي مش ايرور، فاضي. فالفاضي ده بقى نعمل فيه ايه؟ اتفضلوا يا استاذ، اتفضلوا اتفضلوا. تمام. تعالوا بقى قربوا لو عايزين تقربوا، يعني مفيش مكان، مفيش. اه الدنيا فاضيه. تمام. اه لا قصدي، لا قصدي هنا ايه؟ البرانش بقى هنا ايه؟ في اكتر من حل. ركزوا بقى في اللي انا اقوله لكم ده. في حل ان انت تقول له كليك يمين هنا كده، انا هقربها اكتر عشان تبقوا شايفينها. كليك يمين هنا كده وتقول له ريبليس ال، اتفضل. اه لا امتي 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 فاضيه، لا لا امتي فاضيه. الايرور ده مشكله، قال لك ان في رقم، قصدي في كتابه في وسط ارقام. يعني العمود كله كتابه، كله كوانتيتي، فيجي يقول لك مثلا ايه؟ لا 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 لا، حاجه فاضيه مثلا مش حاطط كوانتيتي. لكن لو حاطط لك مثلا اسم جوه كل جوه عمود جوه ارقام، لا كده في مشكله. اب نورمال بالظبط، هي اب نورمال، هي بالظبط اب نورمال. وصلت شباب؟ طيب احنا هنا عندنا اكتر من حاجه، لا اما حاجه اسمها ريموف الامتي، شيل بقى الامتي ده خالص، بس لما يجي يتشال هيتشال بالصف بتاعه كله خلاص. او انت بتعمل ريموف، ما هو بص ما هي ممكن، بس في اوقات لا انت محتاج انك تحل. بص يا شباب، اتفضل اتفضل. في ريموف، معلش، في ريبليس فاليو. ريبليس فاليو اللي هي ايه؟ نقول له ايه ريبليس فاليو؟ ريبليس الفاليو اللي هو ايه؟ الفايند ده فاضي، خليه فاضي اهو. وتيجي هنا مثلا تقول له مثلا خلى لي ايه؟ ما هو ده فاضي. ريبليس لو لقيت فاضي قول لي ايه؟ فكده الامتي دي اختفت، الامتي دي اختفت. قول
عجن؟ لا ما هو مش عجن يعني. هقول لك لا 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 هقول لك يعني. مثلا نفترض مش كان قبل كده جالنا مثال في الاكسل يقول لك ايه اللي قبل 2018 لو ما يعني لو ما لقيتش التواريخ بتاعته، قصدي اللي ما تلاقيش تواريخ تعيين بتاعه اعرف ان هو من سنة 2020 خلاص كده، ان هو اتعين من سنة 2020. يعني انت كـ HR عندك موظفين كتير وبتجيب، انت تعينت سنه كام وتعينت سنه كام وكده، فانت في ناس قديمه جدا او الناس قصدي مش لاقيين لها تاريخ تعيين، اوتوماتيك حطها لي 2020. وصلت؟ اتفضل. مثلا طب احنا مثلا ما نقدرش مثلا ان انا لاحظت ان المدينه اللي اسمها ينبون ماشي كله فالمدينه مثلا لا ده كده تخش بقى في ام لانجوج، في المعادلات بتاعت ام لانجوج اللي هي ادفانسد اديتور، ده اللي هو ادفانسد اديتور اهو، ودي انا ما اعرفش عنها حاجه. ماشي. هي دي الادفانس، انت تكتب المعادله اسمها ليت وان واف واي اللي هو عايز، اللي هو يقول لك ايه اللي هو لو لقيت المعادلات دي هقول لك بقى ممكن تعملها ازاي. بص بص لا هقول لك ممكن نعملها بطريقه حلوه. ممكن نعملها في لغه الدكس. الدكس احنا في الباور بي دلوقتي، احنا في الباور كويري قصدي دلوقتي، احنا نعملها في لغه الدكس اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا كده ما دام جوه الباور كويري يبقى لغه الام اسمها ام لانجوج سويتش، اسمها سويتش لا افس في الاكسل، افس اسمها سويتش. هنستخدمها دلوقتي. اوكي بصوا يا شباب، اتفضل بصوا يا شباب. بس كده حضرتك انت معانا. في بقى حل بقى تاني، الحل ده بقى جامد قوي. بص بقى احنا نقول له ايه، في هنا في الترانسفورم هنا كده، في هنا كده، بص الحته دي كده اسمها فيل. ركز بقى في فيل. نفترض انت بتقول له ايه بقى فيل، تقول له اللي فاضي خد من اللي تحتي من اللي فوقيه حطه على اللي فاضي، او خد من اللي تحت يعني فاضي في النص فوقي A وفوقي B. لو الاي نزله على الفاضي يبقى ياخد ايه، لو البي ترفعه على الفاضي يبقى ياخد بي. فاهم قصدي؟ دي بتنفع في ايه فيل دي بقى، لما بيكون في كاتيجوري. عارف انت في ناس بتبقى عاملاها في الاكسل بتبقى عاملاها ازاي؟ بص اقول لك انا اوريك بس كده منظر كده هيعجبك قوي. يعني مثلا هنا مثلا بنز مثلا، وهنا كده تابلر تابلر اوكي. فهنا بص كده بقى البن مثلا يقول لك ايه البرودكت لاين مثلا، فاونتين بن ما اعرفش ايه بن، اللي هو السب كاتيجوري، وكل البنز دي فاضيه، وهنا كل الاستابلر دي فاضيه. لما ده كده بقى في اكسل شيت او في داتا معينه، فلما انت بقى بتحب تملى الفاضي دي بتعملها ازاي؟ بتقول له فيل املالي، كانك بتعمل الحركه دي كده ثانيه كده اهي، كانك بتعمل الحركه دي كده لحد ما تنزل عند الاستابلر، ومن الاستابلر تنزل على اللي تحتيها. فاهمين يا شباب اللي انا بقوله ده ولا فاهمين الحته دي؟ ففيل دي في الباور كويري بتبقى حلوه جدا في الموضوع ده، ان بتفل اللي تحتيها باللي فوقيها. لا اكيوريت طبعا، اكيوريت لا لا بتبقى اكيوريت طبعا. لا 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 لحظه لا لا بتعكي يا جماعه. لا هوريكم لحظه بصوا كده اوريكم. في مدينه مش واخده حاجه اصلا، فانا لما احط لها نفس الحرف او حرف بي فاحنا كده اللي هو معنى الكلام. حاضر انا هوريكم حاجه بسيطه خالص هوريكم ايه الفرق ما بين ده وده. بصوا شايفين الحركه دي كده، شايفين قصدي المنظر ده كده. تعالى كده نكبر الكلام كده شويه. هو هنا هينفع، هنا هينفع بالظبط، هنا هينفع. ايوه اللي هو بيملى كده دي للاي ويملى دي كده بالبي. وصلت كده يا استاذه؟ وصلت؟ هي مش عجن على فكره، انا ما بعجنش. هو احنا في بارك ويلي في عجن وفي خلط وكده. ايوه سورت وايز ايوه انا فاهم والله، ايوه والله فاهم انا، بس
فيل دي يا جماعه، فيل وظيفه فيل ان لو في فاضي هنا كده نقول له ايه، انا عايزك تفل الحته دي كده، ايه رايكم نجربها، نجربها في الحته دي. يعني مثلا ده اسمه برانش ودي اسمها تيتسي. لا انا ماليش دعوه بالمتشابهه، انا خليها محمد واحمد ومحمود، انا مش فارقه، انا مش فارقه. انا هوريها لك دلوقتي يا استاذه، هوريها لك دلوقتي. ايه يا استاذه في ايه؟ الموضوع كبر قوي، الموضوع كبر فجاه، مش عارف في ايه. لا لا هو مش عاجبني والله. هنعمل كده برج مع شباب، معلش ركزوا بس معايا لحظه، ركزوا بس معايا لحظه. احنا هنعمل بس هنا كده كلوز اند ابلاي، خلينا واقفين في الحته دي كده لحظه. هنيجي هنا كده هننزل، هو بس هو بيعمل بس لسه ال بيلود. انا عشان الحته دي بالذات هعمل لكم يعني هعيدها من الاول واعيدها تاني. نفك بس الايرورز دي لحظه. بصوا انا هعمل هنا امبورت اكسل، بنجيبها من اكسل هنا كده تيست 1 2 3. هنيجي عند شيت 1 اهي ونعمل ترانسفورم داتا. بص بركز بقى في اللقطه اللي جايه دي. مفيش، انا اسف، انا مش احنا جامدين. بص كده يا استاذي، بص بص كده، بص هنا كده A ونل نل نل فاضي اهو، وB نل 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 اهي. طب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا كده في حاجه اسمها ترانسفورم، حاجه اسمها فيل، فيل داون داون. بصوا اللي حصل، الاي خدها لحد هنا والبي خدها لحد تحت. السلام عليكم، الدنيا كويسه؟ ايوه ماشي. انا بقول لك هي فيل ممكن تملى حاجه زي كده، يعني قصدي ايه، فهمت كده استاذه الحته دي؟ استاذه صوري انت معانا هنا، معانا هنا صح؟ اه تمام اتفضلي. ايوه على حسب البروجكت اللي انتوا شغالين عليه، بس قصدي ان فيل دي، ولو عكسنا لو رجعنا فيل دي بقى كده، بس طبعا لو انا قلت لها لو فيل اب هيخليها لي لا مش تنفع، البي هتطلع لفوق لكن النل مش هيطلع لحاجه. لا ما عملتش سور، لا انا بتكلم على المثال اللي انا عامله دلوقتي ده. خلاص كده معلش نكمل بقى يا شباب، معلش ايوه في ايرورز. حاضر نجمع بقى نكمل بس يا شباب بقى، نكمل عشان بس ايه نشوف بس الموضوع ده. هنعمل كده ونقفل ونشوف هل في ايرور. ايرور اهو، بصوا هنا كده في الديت، بصوا في الديت حصل ايه، في الديت في الشيت اللي انا لسه عامله قال لك ان في مشكله في الديت اهي كده، ايرور اهي، قال لك في ايرور حتى باللون احمر اهو هنا كده. هندوس عليه كليك يمين وندوس كيب ايرور، هتشوف ايه الكيب الايرور ده اللي موجود. قال لك بص في ثلاثه ايرور اهو، لما تدوس على واحد هنا كده، هنا ما تدوس على الايرور على طول، دوس على جنب كده هنا. قال لك ان في كلام محطوط اللي هو ايه، واي 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 او هنا كده اللي هو ايه، لا اه بص اس دي اف كده وهكذا. فنعمل ايه بقى، في ثلاث حلول بقى نعملها، يا اما نروح على الشيت الاصلي نعدله، يا اما نريبليس الخطا برقم مثلا، نقول له ايه اي خطا يقابلك قول له مثلا احنا في ديت قد ايه، مثلا تاريخ 2015 مثلا 1/1/2015، او نريموف. تختار يا استاذ سيف، ريموف على طول، اقطم على طول، انت لسه هتكتر، انت لسه هتتعبني معاك. اوريك معلش، طب هعملها وامسحها يا استاذ سيف، حاضر، انت لسه هتكتر صح. هندوس كليك يمين، هنعمل حاجه اسمها ريبليس، ريبليس ايرور. ايوه احنا في داتا 2019، فنقول له مثلا ايه 1/1/2019، لازم يبقى الايرور الريبليس يبقى من نفس الكولوم، من نفس التايب. اه يعني ما ينفعش تكتب زيرو مثلا او محمد او اي حاجه، هنقول له مثلا 1/1/2019 وندوس اوكي، اتعمل ريبليس وما بقاش في مشاكل. ماشي انت كده غلط. ممكن اسالكوا سؤال يا استاذه، في الشركات كده في اوقات كده بيبقى عندك داتا بقى لها كتير قوي وانت مش عارفه لها حاجه، فبتكلاسيفاي اي حاجه في الداتا، يعني مثلا تقول له ايه في مثلا برودكت لاين او في نلز بتبقى كتير فاضيه، فممكن نكتب ايه نو داتا، ممكن مثلا نريموف الداتا دي، ممكن مثلا على حسب الداتا اللي انت ماسكاها، يعني انت بتقعي على داتا ساعات ما بتبقاش مظبوطه. فالاما بقى حاجه من الثلاثه، الاما تروحي بقى للسورس لو سمحت عدلها لي بقى وشوف لي ايه المشكله بتاعتها، يعني شوف لي ايه الليله بتاعتها دي كده لحد، وهات لي التاريخ بتاعها، ماليش دعوه هات لي التاريخ بتاعها،
او ان انت تعمل لها ريبليس، تقول مثلا ايه يا جماعه اللي انا ما لقيتوش او طلع لي ايرور انا هخليه 1/1/2019 عشان تبقى انتوا عارفينه. ايوه والله، ما انت تعمل ايه، قول حلوها لي يا استاذ. مش ريموف، لا ما هو افرض مثلا الافات يا جماعه. الواحد مش حته عجن ولا مش عجن، بس انا بتكلم في ايه، انا بتكلم في حته ان انت دلوقتي عندك داتا كتير. داتا مثلا الناس شغال عليه مثلا بقى 5 سنين، وجيت قال لك ايه يا استاذ محمد مثلا ودي فعلا حاجه حصلت لي، يعني حاجه حصلت لي فيزيكال. قال لي يا استاذ محمد مثلا احنا بقى لنا 5 سنين شغالين على الداتا دي وما اعرفش ايه، اول ما جيت امسك قال لك ان في بعض المدرسين ما لهمش ارقام بطايق، ما لهمش ارقام تليفونات، تتوقع اعمل ايه؟ فاقول لهم ايه ارقام البطايق، حطيت 14 صفر، لا ما ينفعش احطها ان ايه في الفوست بتاع، حطيت 14 صفر. قلت لهم يا جماعه الحاجات اللي قدام 14 صفر دي اعرفوا ان انا مش لاقي لها داتا. مثلا ارقام تليفونات، احنا مش لاقيين ارقام تليفونات، لا روحوا لي بقى هاتوا لي ارقام تليفونات وتعالوا، لان المدرسين معاهم ارقام تليفونات. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ لكن لازم في الداتا، لا لازم يعني لازم تحل. وصل كده؟ فاحنا هنعمل زي استاذ سيف الراجل العبقري ده، واقطم على لسه نقعد نرغي، احنا لسه هنقعد نرغي كتير. حاضر ماشي، هنعمل كده ريموف الايرور، ريموف ايرور، نشيل خلاص الايرور ده وكده خلاص كده الدنيا بقت تمام قوي. ندوس كلوز اند ابلاي، الحمد لله شكرا. كده احنا خلاص الداتا اهي عملنا لها لود على الباور بي اي اهو. هنعمل كده هنا بقى، في بقى حاجه بقى نمسح بس ده كده ونمسح ده كمان. في حاجه هنا بقى في اهو اهو اهو، في حاجه اسمها انستراكشن، انستراكشنز في الملف اللي انا حاطه لكم في سيشن 5 اسمه انستراكشن. انستراكشن بقى بيقول لك ايه، احنا عندنا شويه داتا ايه، انا في الاول شرحت الداتا ايه، يعني عباره عن سيلز. احنا بقى عايزين منها شويه حاجات نطلعها على الداشبورد دي. عايزين اول حاجه السام اوف جروس انكم، بس دي هنعملها في هيئه ايه، هيئه كاردات. لا لا هي موجوده، ممكن تعالى نعملها داكس، يلا بينا. هي كده كده هي موجوده، بس انا هقول لك ايه بقى نعملها ازاي. بص الجروس انكم ده هيجي ازاي، لا مش هيجي، ما هو هيجي ازاي، ما هو احنا ممكن نعمل مثلا توتال سيلز، التوتال سيلز التوتال ده، التوتال ده عشان ما يظهرش معانا في الريبورت فيو بره. شايفين العلامه دي كده، العلامه دي هندوس عليها هنا كده عشان ما يظهر، هيبقى موجود في التيبل لكن مش هيظهر بره في الريبورت فيو. يعني حاجه اسمها توتال، بصي لما نيجي نروح هنا كده، هنا كده مش هتلاقي هنا كلمه توتال، انا عملت لها هايد من جوه من تيبل فيو. طب انا بقى عايز اعمل توتال بايدي، انا عايز اعمل توتال ك كولوم كالكوليتد كولوم. هنيجي هنا كده معايا كده يا باشمهندس، هنيجي هنا نيو كولوم، وهنيجي نقول بيساوي دي هتبقى اسمها بقى توتال سيلز، ونعمل كده كنترول وعلامه الزائد دي كده نكبرها شويه، ونقول ايه بقى، نقول الكوانتيتي في اليونت برايس، اليونت برايس برايس اهي، نكتب برايس هي بتجي لي يونت برايس اهي، ندوس انتر كده عمل لي كولوم جديد اسمه توتال سيلز بكل حاجه. وصلت كده؟ تمام. طب دلوقتي بقى بيقول لك ايه، احنا عايزين السم اوف جروس جروس انكم، لا احنا عايزين هنجيب الجروس سيلز. هنفتح هنا كده يا جماعه كارد جديده، الكارد دي هتبقى هنا كده، هنقول له سم اوف جروس سيلز جروس انكم قصدي، هندوس عليها كده هنا جاب لي ان هي 15000 وشويه. طب يبقى جايب لي، انا محتاج منك. ايوه ما المدير بيقول لك انا عايز ايه بالظبط، ما هو المدير بيقول لك يا محمد انت 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 بتجتهد، لا انت بتجتهد، بس المدير مثلا يقول لك ايه، يعني مثلا يقول لك انا عايز مثلا داشبورد فيها دي مبيعات مثلا من اول الشهر لحد النهارده، عايزين مثلا مؤشرات البيع، عايزين مثلا كي بي ايز للموظفين، هو بيقول لك وانت تجرب، بس انت بتجتهد برضه، يعني انت بتجتهد بس مش الاجتهاد ال 100%، هو برضه هيديك شويه اجزاء. انا حبيت، ما انا حبيت ان انا ايه، ما انا اجيب لكوش حاجه ونقعد نكتشف، انا حبيت ان احنا عايزين برضو ايه ننجز في الوقت ونبقى الحاجه تبقى جاهزه. الجروس انكم ده خليه على جنب. مساء الخير، مساء الخير محمد تحسين، اوكي هنخلي دي كده على جنب هنا، الجروس انكم دي على جنب. قال لك ايه تاني، قال لك احنا عايزين التوتال سيلز، التوتال سيلز اهي، التوتال سيلز اهي، هنطلعها برضو في كارد ثانيه، توتال سيلز اهي هنسحبها نحطها على طول، يعني نحطها كده على طول اهي،
اهي التوتال سيلز اهي، حطها برضو على كارت. احنا كل ده يا جماعه لسه ما عملناش اي تصميم ولا اي حاجه. انا بقى عندي مشكله مع التصميم، مش مستني خالص. حاضر حاضر. عايزين بس معنى الناس هي بيقول لك ما عندي مشكله في التصميم، مش اول ما نخش نقسمهم على طول على ثلاثه، فاهم قصدي؟ مالتي رو كارد. حاضر حاضر يا باشمهندس. حاضر عينيا ليك يا باشمهندس. اهو كده احنا عملنا ده. احنا مشكله الناس ان هي بتعمل داشبورد بتطلع ارقام بس ما بتعرفش تعمل التصميم. هنعمل نار التصميم. هنعمل هنا كده كمان ايه تاني؟ يقول لك سم اوف كوكز اللي هي كوست اوف جودز سولد، جودز سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه. كوكز اسمها كوكز. هنيجي برده هنا كارد كده ندوس مثلا كنترول سي كنترول في. والنهارده برده اسمه يعني افتكر يا رب افتكر ان احنا نحط كمان هنا كي بي اي، نحط له كده كي بي اي اللي هو ايه، وصل للتارجت ولا لا. بتشوف بقى. السلام عليكم. هنا كده كوكز اللي هي كوكز، هناخد كوكز دي كده ونسحبها هنا كده ونحطها هنا كده. كوكز لا هنشيل دي وهناخد كوكز دي نحطها هنا. تمام كده احنا كده خدنا ايه؟ قال لك ان كده عايزين جروس انكم توتال سيل كوكز. قال لك بقى احنا بقى عايزين بقى المره دي بقى ايه؟ توتال سيلز باي برانش. يعني هيبقى حشرتين يا استاذ. يبقى ناخد بقى ايه البرانش الاول، يبقى باي ولا خليها باي. باي اهي كده، ناخد الباي دي كده ونكبرها كده. ماشي صح. هناخد كده برانش. طبعا احنا لو احنا مش عارفين نحط ايه في الاكس، في الاكس اكسس او في الواي اكسس، ناخد ونحذف على على الشارت على طول. انا برمي على طول فعلا، انا بعمل كده. قال لك توتال سيلز اهي بس كده. اي بصوا احنا عاملين ايه كده برضو. احنا برضو ايه يا استاذ، احنا برضو هنرمي برضو كده لحد ما نشوف احنا ايه اللي هنلمه من الليله السوداء دي. احنا بس هنشوف احنا ايه اللي هيحصل هنا بس. هنا كده ونيجي هنا كده تمام. توتال سيلز باي سيتي، هناخد دي برضو كنترول تي كنترول في وهنحطها مثلا ايه تبقى ايه بس السيتي دي بقى تحط ايه. تعال نشوف بقى السيتي دي هتبقى ايه. سيتي ايه السيتي ثلاثة؟ ايه ده؟ لا هو ثلاثة بس سيتي؟ انا كنت عايز حاجة كتيرة. ثلاثة بس. لا بس مش هنعملهم بقى باي تشارت، هنخليهم ايه؟ يعني نعمل اي لقطة يعني مش هينفع. نحشيها. اوكي هنخلي دي هنا كده على جنب. بعد كده يقول لك ايه؟ توتال سيلز باي برودكت لاين. دي بقى نعملها زي اساسا. برودكت لاين دي هتكون قد ايه؟ برودكت لاين اهو بص احنا كام؟ لا دولت كتير مش قليلين. بار مش كولوم. ايه الفرق؟ لا بار. ايه الفرق؟ برودكت لاين اهي وتوتال سيلز اهي. بص هقول لك ليه. البار تشارت، البار تشارت بيكون لما بيكون الحاجه كتيره البار تشارت بتبقى على جنب كده بتبقى افضل، احسن من الكولوم. الكولوم هتلاقيهم مضايقين جنب بعض، فاهم قصدي ولا لا؟ يعني مثلا انا عايز مثلا حاجه تكون فيها ارقام كتيره مثلا، يعني مثلا لا هو كل برودكت مثلا نجيب مثلا لا هما بيمنت برضو قليلين، برضو البيمنت برضو قليله. انا عايز حاجه كده تكون كتيره يعني. لا فين رقم رقم الانفويس اي دي؟ بص الانفويس اي دي لما اجي احطها هنا كده خدت بالك دي شايفها محطوطه عامله ازاي، واخده مساحتها وبتشرح اللي جنبيها. اما لو انا جيت عملتها ككولوم تشارت بصي مش هينفع، مش هتعرف تقريها. بصي هنا كده مش هتعرف تقريها، فاهمه؟ انا بتكلم في داتا كتيره بار تشارت، داتا صغيره مثلا من 5 ل 6 كولوم. بالظبط ايوه بالظبط. هي بالبار هتبقى الحاجه مرميه كده. بس احنا الاول هنعمل ايه؟ احنا قلنا ايه؟ باي برودكت لاين. برودكت لاين فين؟ برودكت 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 اهو. بس كده كده الدنيا بقت كويسه. وبرده هنرمي برده ما اعرفش. هنشوف لسه، هنشوف لسه، هنشوف احنا هنوصل لفين يا استاذ. نرمي هنا كده برده نشوف هنوصل لفين. توتال سيلز باي جندر، ده الليله كبرت قوي. توتال سيلز باي جندر هنعمل هنا كده كولوم اهي ونجيب الجندر ونجيب السيلز. هما اتنين اللهم صل على النبي كده كويس قوي. وبعد كده توتال سيلز فيرسز بروفيت باي مانث. بصوا النقطه دي بقى اللي احنا نجيب السيلز ونجيب البروفيت، نشرحها في انهي في انهي تشارت؟ ترند. صح ترند في اللاين تشارت. صح هنيجي هنا كده نفتح لاين تشارت. لاين تشارت
هنحط لو تلاحظوا بصوا يا شباب الحته دي هنا كده، شايفين الحته دي كده صح؟ فين؟ فين؟ اهو شايفين الديت دي جنبيها علامه سهم كده. هنا كده اسمها ديت هيراركي. في حاجه كمان اسمها هيراركي في الباور بي اي، ان تعمل زي هيراركي مثلا زي ايه؟ زي ريجن سيتي، تحطهم تحت بعض اسمهم حاجه اسمها كرييت هيراركي. هقولها لكم بس في حاجه يعني ثانيه يعني اسمها ايوه هيراركي، اسمها هيراركي. قال لك ايه؟ هنعمل ايه؟ قال لك توتال سيلز فيرسز بروفيت او توتال سيلز. السيلز المره دي بقى ايه؟ هنحذف بس هنبقى عارفين احنا بنحذف فين. البروفيت هنحطها في حاجه اسمها سكندري واي اكسس، مش واي اكسس، هتبقى سكندري. السكندري ده بيبقى زي الاكس اكسس ده. هوريك الفكره دلوقتي. فين البروفيت؟ البروفيت فين البروفيت؟ في بروفيت هنا جروس انكم، لا في جروس مارجن، في جروس مارجن. فين المارجن؟ تحت الجنب برضه، ثاني واحد فوق النص شايفين غير شايفين؟ النص اللي فوق، النص فوق. طب استنى عشان ثانية هو الجروس انكم يا جماعة، الجروس انكم ده اللي هو ال ايوه هو دول. ايوه الحمد لله الحمد لله. الواحد اتعمى بجد كده. يلا ده جروس سمو جروس انكم. لحظة ناخد بس كده التايتل ونحط كده المانث. لحظة ايوه كده ده الانكم. فين المارجن؟ مارجن ده جروس مارجن بس ده يبقى بالسكندري. ايوه بالظبط هو كده. بس كده والديت تحت بس كده. بس بصوا احنا عاملين ايه لخبطيطه لحد الان. اخر بقى حاجه جروس انكم باي برودكت لاين. خلينا لحد هنا كده، احنا عملنا ليله حلوه قوي. بصوا بقى عشان تعملوا التصميم في اكتر من حاجه تعملوا التصميم بيها. شايفين الشكل ده كده؟ ممكن تجيب مثلا تصميم يبقى مثلا من عباره عن زي هنا مثلا كده، يعني مثلا تيجي تكتب بقول لكم وليكن داشبورد مثلا باور بي اي، تيجي هنا تصور مثلا وليكن مثلا نمسك ايه مثلا دي قريبه مننا شويه يعني دي بس عايزين حاجه قريبه كده شويه مثلا زي هنا دي. شايفين الشكل ده كده يا جماعه؟ هننزله هنا كده. في اكتر من طريقه تعملوها. هننزله هنا كده سيف اهي. لو مش هتفتح تمام ممكن بقى تاخدوها بالشكل ده. شايفين برنامج الباوربوينت؟ باوربوينت اللي جاب باور بوينت الباور بي اي. بص يا شباب بقى في الباور بوينت كلهم باور فعلا. في الباور بوينت ممكن بقى تعمل لقطه حلوه قوي، تاخدوا الداشبورد وتسجل يعني وتعملوها وبعد كده تشتغلوا عليها على الباور بي اي. هوريكم الشكل ازاي. هنعمل هنا انسرت وانا حاسس في حاجه بتولع، في صوت عالي قوي ده. لا اله الا الله، انا اسف معلش سخنت شويه. بصوا ده الشكل اهو كده شويه. طب هو كده كويس يعني؟ يا بصوا بقى في اكتر من كذا شكل، في اكتر من كذا حاجه تقدروا تعملوه. شايفين الشكل ده كده؟ ممكن بقى تعملوا الشكل ده ازاي؟ مثلا ده انتوا بتعملوها كشكل صوره وبترفعوها على الباور بي اي، تحطوا الحاجه بس عليها. اوريكم دلوقتي الشكل. هتدوس مثلا انسر شيب مثلا ده كده وتعلم على الشكل ده كده. فاهمين قصدي؟ شايفين كده؟ دوسوا مثلا شيب تاني مثلا ودوس هنا كده اهو، نصغره هنا كده اهو، نخليها هنا مثلا كده مثلا شيب مثلا تاني، او مثلا نعمل انسيرت شيب اهو كده. فاهمين قصدي؟ اهي وانتوا بقى اللي تملوها في الباور بي اي. وصلت؟ تمام انتوا لسه مش واضحه، لسه مش واضحه صح؟ هنشوف. بص من الاخر انت بتعمل ايه؟ بدل انت مش عارف التصميم فانت بتعمل ايه؟ يا اما تقلد يا اما تقعد انت تجرب. فانا بقلد اهو دلوقتي. لا انا بجرب هنا، انا بجرب كصوره. هوريك دلوقتي الشكل، هوريك دلوقتي اهو المنظر اهو كده اهو.
خليها هنا كده، ودي كده تبقى دي هنا كده اهي، بشفها بالظبط. انا بشف، ما انت مش عارف التصميم، ما انت لحد ما ايدك تجري على التصميم شويه اهي، واهو يعني على الاقل تبقى الدنيا تبقى ماشيه معاك صح. اهو كده اهو، وايه كنترول سي اهي، حطها وليكن خليها هنا كده اهي، كنترول سي في اهي، ثاني واحده ثانيه اهي اهي، انتوا فاهمين قصدي يا شباب؟ وليكن وليكن احنا خلصنا التصميم، وليكن احنا يعني قصدي ايه، احنا خلصنا التصميم. ممكن انا نعمل بقى هنا حاجه اسمها نافيجيشن، اللي احنا ممكن نعمل زي شيب هنا كده. مش بتشوفوا الناس بتعمل داشبورد بيبقى المنظر ده، وتلاقي ناس بتعمل نافيجيشن هنا كده، ايه هنا كده اهي كده، ويقعدوا يدوسوا ويقعدوا يختاروا هنا كده. لا انا اقول لك بقى المشكله بقى في ايه، اللي ممكن الناس مش واخده بالها منها. بتلاقي ان في ناس حاطه لوجو على الحاجه هنا، يعني ممكن مثلا اختار مثلا لوجو تاني مثلا وليكن زي نجمه. حاضر 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 نجمه، هي عشان 10 من 10 وصح اي كده، وحطها هنا مثلا كده تمام. وليكن احنا عايز بس اقفل بس ده كله اهو، كنترول سي كنترول في كنترول في. جامده جدا. انا بقول لك اهو، كنترول سي كنترول في، وناخد دي هنا كده مثلا. انا بقول لك ده ايه، ده الشكل اللي احنا هنعمله، في 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 اهو، ناخد دي هنا كده اهو، هنا دي كمان وهنا دي كمان وهنا دي كمان، لا هي دي كده اهي، كنترول سي كنترول في اهي، بس كده. كده احنا خدنا الشكل بتاعنا اهو. ممكن بقى نعمل ايه، نعمل هنا كده كنترول اي، كده احنا عملنا كل الشيبس كلها. هنيجي هنا ونخليه هنا جروب جروب اوكي، كنترول سي، وبعد كده نعمل هنا كده سلايد جديد، نيو سلايد بس كده. ده كده الشكل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. هنسيبه ازاي؟ هنعمل هنا فايل سيف از على زيس بي سي ديسك توب، ونقول له احنا عايزين نسيفها على بي ان جي. بي ان جي اهو، خليها بي ان جي كده على الديسك توب اهي، ونخليها على الديسك توب، وندوس سيف. لا جاست ذيس وان، اللي هو الشكل ده كده بس اهو اهو. وهنيجي عند فايل نعمل هنا على ايه؟ ما جربتش، ينفع؟ لا ما ينفعش، لا لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لا لا ما جربتهاش قبل كده. جربت قبل كده بص يا جماعه، عشان تاخدوا بقى الصوره اللي احنا عملناها دي، هتدوس هنا كده فورمات بيج، وهندوس هنا على بيج كانفاس باك جراوند براوز، ونيجي عند برزنتيشن ونخليها هنا كده بس كده. فاهمين قصدي ايه؟ كده بقى عندك الشكل بقى جاهز انت تشتغل عليه. فوصل كده يا جماعه؟ نعم؟ مش فاهم مش فاهم انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. لا مش فاهم بالظبط بالظبط. على فكره في ديزاين بيعملوها كده، مش بهزر والله. ده على فكره ده ديزاين بتعمل كده، ده في ناس بتعمل ديزاين كده، مش بهزر والله. يعني في ناس بتعمل ديزاين كده. لا ايه؟ لا انا بوريك ده نظام من الديزاين، لكن انا مش بشتغل بيها كده. يعني في ناس بتصمم الديزاين بره، يعني في ناس بتصمم الديزاين بتاع الشارت اللي هتشتغل عليه على الباوربوينت، وبعد كده بتروح رافعها الباور بي اي. اه والله ايوه ايوه لا في ناس بتشتغل كده يا باشمهندس. بص يا باشمهندس افهمني، في ناس في البدايه كده بتبقى منمقين شويه، اللي هو بيروح قايل لك ايه، لا انا هرسم الشارت الاول، انا هرسم قصدي الديزاين الاول، الداشبورد الاول في دماغي. يعني مثلا يقول لك ايه، انا عايز الكارد هنا والكارد هنا والكارد هنا، وبعد كده اجيب مثلا حاجه لاين شارت وما اعرفش ايه. هو بيصممها الاول بره في تخيله على باور باي على باور بوينت ويرفعها. انا بديك ده تكنيك، لكن انت عايز تمشي بيه امشي براحتك، يعني فاهم قصدي؟ تعالى خلينا في ده، احنا كده خلصنا ده. تعالى نشتغل في الحته دي كده يا باشمهندس، من غير ما نشتغل على اي حاجه، على الله على الله. اول حاجه احنا هننزل دي كده، نخلي الكارد دي فوق اهي، نصغر بقى كده اشكال دي كده شويه. الكارد عشان نعدل فيه
هندوس هنا فورمات يور فيجوال، هنخش على ال كول اوت كول اوت فاليو ونخليها بال 0 ونخليها بال 1000. وصلت؟ وهنيجي هنا انا همشي بسرعه كده عشان في خطوات كتير هعملها. ان جنرال هاجي عند هيدر ايكونز، هيدر ايكون ايه؟ ثانيه انا هاجي عند كاتيجوري ليبل، ثانيه لحظه اهي، انا عايز اغير السم اوف، بصوا شايفين الجمله دي يا جماعه اللي هي سم اوف جروث انكم، هاجي هنا كده قصدي معلش هنا بيلد يور فيجوال وهاجي ادوس عليها دبل كليك هنا كده اخليها ده توتال جروث، توتال جروث كده اتعدلت تاني. وصلت؟ هنيجي هنا كده كمان وهنيجي نعمل هنا ده اسمه توتال سيلز. اهو طب انا عايز اجيب دي، هي دي، هندوس على دي كده هنا وبعد كده ندوس على فورمات بينتر، يعني عايز اخلي بدل ما يبقى كسور دي كده في الاخر عايز اخليها تبقى 15000 مقفوله، هندوس على دي واعمل فورمات بينتر واجي هنا كده هي اتقفلت على طول، فاهمين قصدي؟ واجي ايه اصغر. طب لو تلاحظوا الفيجوال نفسه ابيض والوراء ابيض، طب انا عايز اعرف بقى انا بعمل ازاي؟ فاكر اللقطه دي؟ انت شغاله على كله، انت مش شايفه المربعات دي قد دي ولا لا؟ هنيجي هنا بقى انا عايز اخلي الظهر بتاع الباك جراوند تبقى رمادي شويه بحيث ان انا اعرف المربعات عامله ازاي. هنعمل هنا كده، نعم في بوردر، اه هوريك دلوقتي انا كده كده بشتغل بوردر. هنيجي هنا كده كانفاس باك جراوند وهنيجي عند اللون ده كده نخليه مثلا لون رمادي سنه ونيجي نعمله ترانسبيرنسي كده. وصلت؟ اللي انت بقى تبتدي شايف دي مع ان في الابيض انت مش شايف، هنيجي بقى دي بقى نخليهم كلهم قد بعض اهي اهي، تمام. ده الشكل اهو الاول، الشكل الثاني خليه ده كده هنا كده، ده الشكل الثاني اهو. احلى حاجه عشان تعرف تصمم صح لازم يبقى الخلفيه بتاعتك غير اللون اللي انت بتشتغل بيه، خليه باللون دي هتفرق معاك، دي فرقت دلوقتي. هندوس هنا كده، هندوس هنا كده وفورمات بينتر اهي، و ده كوكس، ده لا كوكس دي غلط، كوكس دي احنا جايبين سم اوف كوكس 307 والتوتال سيلز 307 ازاي؟ اهو تعالى كده نشوف الكوكس دي كده اهي، توتال سيلز برضو هي هي، هنشوف هنشوف كده كده. وصلت كده يا شباب، كده الدنيا بقت اهي لحد ما كده احنا عملنا، ودي نصغرها كده نصغرها كده شويه. حاضر يا باشمهندس، تمام يا باشمهندس، تمام كده اهو. نعمل شيفت كده شيفت ونسحبهم كده على جنب كده شويه كده. وصلت كده شباب، كده احنا عملنا شباب معلش معلش سم اوف كوكس دي، كوكس دي عشان نعملها سم اوف كوكس هنعملها ايه؟ توتال كوكس اهي، توتال اهي يا باشمهندس مش فاهم. يعني هو في البرايس اه حاضر، استنى كوكز ثواني اعملها دلوقتي يا باشمهندس اهو. 5% ضريبه ليه؟ ماشي يبقى نضرب كمان في 5%، يبقى ثانيه يبقى نعمل كده في 5%، 5% اللي هي انهي يعني؟ او اضربها تاكس 5% اهو اهو كده ضربتها في 5% كمان كده الارقام هتختلف. اه كده بالظبط كده الرقم اختلف اهو. نوسع دي كده شويه، نجيب دي ودي كده على جنب ودي كده نوسعها شويه. ثانية 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 1.5 اوكي في الماء. ثانية 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 بس كده 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 تمام. ثانية ثانية انا معلش يعني اكتب 1.05 50% لا بس كده اه ماشي. شكرا شكرا مش ساعات بعطل والله، ساعات فعلا بعطل. هو كده تمام كده اهي، نطلع كده ونطلع دي كده لفوق كده اهي كده احنا كده تمام قوي. ده توتال سيلز، توتال كوكس، توتال جروس وتوتال كوكس كده. وصلت اهي.
نيجي بعد كده بقى ايه نحط الحاجات اللي تحتيها. نعمل دي كده، خلي الارقام دي كده على جنب كده شويه، دي عشان نعملها نعمل ايه؟ هنشيل ليجند، هنشيل ليجند، الليجند ده يا جماعه اللي هو البرانش اللي موجود هنا ده اللي هي اسمها برانش اي بي سي دي كده، هنشيلها. هنيجي هنا كده ليجند هنشيلها عشان تبقى الدنيا اوسع شويه. وصلت؟ وهنيجي هنا كده نخلي في التايتل او التايتل اهو في الجنرال في التايتل اللي هو توتال سيلز باي برانش اهو. باي برانش ماشي كمان. ونخلي مثلا كده يبقى 16 او 17 16 18 كمان 18 ايوه. ونخلي دي هنا كده اهي اهو بس كده. ونخلي دي كده هنا ونخلي الداتا ليبل، الداتا ليبل دي تبقى كبيره شويه. يعني نيجي هنا كده داتا ليبل، داتا ليبل زي ديتيلز ليبل زي مش ديتيل ليبل ديتيل ليبل ايوه الفاليوز ايوه الفاليوز ايوه. ونكبر دي كده شويه ونخلي الليبل ده يبقى بالزيرو ونخلي دي كمان بالزيرو. وهنخلي الديسبلاي لا يكون بالكاتيجوري والبرسنتج اللي هو اي بي سي وفي زيرو. زيرو دي اللي هي انهي؟ زيرو دي هتلاقي حاجه ثانيه. هنعمل بقى ايه؟ بص نعم بلانك. هنعمل ايه بقى عشان نشيل البلانك؟ عشان ما يظهرش في الريبورت هندوس عليه، هندوس فلتر. فاكرين فلتر؟ فلتر دي كده في فلتر اون ذيس فيجوال، هندوس عليها هنا كده هيقول لي كل حاجه. بصوا حتى هنا في بلانك، هقول له كل حاجه ما عدا البلانك ده. وصلت؟ مش عارف. لا ممكن يبقى في ما عدلناهوش صح؟ احنا ما... لا احنا كمان ما عدلناهوش. احنا ممكن نعمل دي... طب تعالى تعالى ترانسفورم داتا. احنا ممكن نقول له ان الفاضي ده كله او ريبليس ايرور ريبليس فاليو، نخلي كل ريبليس فاليو ايه كليك يمين ريبليس فاليو ونخلي كل الفاضي ده ايه وندوس اوكي وندوس كلوز اند ابلاي. كده مش هيبقى فيه فلتر خالص عشان كده الفلتر اتشال. احنا قعدنا نتكلم في الموضوع ده يجي حوالي ربع ساعه. هو احنا قعدنا قال لك في ناس بنعجن وفي ناس على حسب انتوا عايزين تعملوا ايه. على فكره احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي. انت ممكن اللي جاي متاخر اهو. تمام. احنا قاعدين بنعجن فعلا. احنا ممكن بقى عشان هنا الاي دي الاي والسي كده دولت يعني عددهم صغير فممكن نزود عليهم حاجات كتير. يعني ممكن نزود مثلا عليهم اول ديتيلز مثلا. يعني كده كده مش فارقه يعني كده كده شكلهم صغير اهو كده ونصغرها كده تبقى بالمنظر ده كده. ودي كده توتال سيلز باي برانش. اوكي بعد كده ناخد فين فين في حاجه هنا ثانيه ممكن نضيفها؟ لا دي ما ينفعش تبقى جنب دي. هل في حاجه ثانيه المفروض نضيفها هنا كده؟ جروس انكم باي برودكت لاين. بصوا الحته دي عايز اقول لكم عليها. البرودكت لاين دي عشان هتكون كتيره احنا عاملينها هنا ولا لا؟ انا عايز بقى جروس انكم. جروس انكم هنيجي نعمل هنا كدي تري ماب كتري ماب. بصوا بقى تري ماب دي هنحط فيها البرودكت لاين برودكت برودكت اهو كده وهنحط الجروس انكم جروس 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 فين جروس جروس انكم اهو هيبقى بالمنظر ده كده. حطها تحتيها هنا كده ونصغرها دي كمان اهي كده اهي. ودي هتكون تحتيها هي الحركات كلها يا جماعه دراج اند دروب. يعني المفروض احنا مش محتاجين نعمل اي حاجه اهي اهي. وصلت كده؟ ده كده الشكل بتاعها. هنيجي بس نحط داتا ليبل ليها كده عشان يبقى باينين الارقام بتبقى عامله ازاي. هندوس على دي كده داتا ليبل اهي عشان يبقى محطوط الارقام اهي والارقام هتكون بالالوفات. وهنخليها كبيره شويه كده كبيره شويه كمان. وهنخلي الكولا الكاتيجوري ليبل دي نخليها مثلا 12 بس كده. يبقى فود اند بيفرج سبورت وهكذا كلهم عباره عن ثلاثة. لا انا عايزهم يبقى في يبقى ارقام واضحه سنه يعني كده مثلا واحد بس كده. دي 2 و7 دي 2 و6 عشان يبقى مش كلهم ثلاثه وكلهم تحت بعض. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني معلش انا ساعات بكلم نفسي وانا كويسين معلش. سم اوف برودكت سيلز دي كده هندوس على سم اوف برودكت سيلز اهي ندوس دبل كليك وهنخليها ايه هتبقى برودكت سيلز جروس انكم بير برودكت لاين. يبقى جروس
بير لاين. تمام كده؟ لا دي مش دي. خلي بوست اهي في الجنرال في التايتل معلش اهي. يبقى جروس بير لاين. ونخليها مثلا دي كام 18 زي ما احنا عاملينه على اللي فوقيها. يبقى جروس بير لاين ودي توتال سيلز بير برانش. اوكي؟ وبعد كده هنروح حاطين دي كده جنبيهم. شيل دي كده، حط دي هنا كده، حط دي هنا كده. اهي احنا كل ده عمالين نرفع ده كده شويه لفوق. اهي لا انا عايزها دي تبقى جنبها شويه كده هنا. بس كده اهي. دي هتكون ايه؟ دي هتكون اللي هي توتال سيلز فيرسس جروس مارجن. يبقى هنكتب هنا كده، هنا كده في البيت في لا توتال فيرسس مارجن. هنيجي هنا كده جنرال تايتل، هنيجي سيلز فيرسس مارجن. على فكره يا جماعه ال اسمها ايه الشارت دي مطلوبه جدا في الشغل. يعني في كتير قوي يقول لك احنا عايزين نعرف احنا بقينا قد ايه وكسبنا قد ايه. يعني دي تبقى سهل. فدي حتى بصوا يا جماعه هنا حتى بيقول لك ايه، هنا بص كده لما نيجي نقرب على دي كده يقول لك احنا بعنا، شايفين كده صح؟ شايفين احنا بعنا توتال سيلز قد ايه وكسبنا منها مثلا 1600 مارجن. ولما نزلنا بعنا توتال يعني دي لما بعنا ب 109 كسبنا 1600، لما هنا بعنا ب 96 كسبنا 1400. المارجن برده بيقل كل ما البيع بيقل برده. وهكذا. يعني جانيوري احنا كسبنا فيه طلعنا في جانيوري، نزلنا في فيب طلعنا في مارش. وصل كده؟ احنا ممكن دي كده الدنيا كده بقت مظبوطه. ممكن بقى لو احنا عايزين نشيل شويه حاجات منها ممكن نشيل ايه؟ نشيل سم اوف مارجن برسنتج اللي على الجنب دي كده. هو ده الشكل الايه؟ الترند بتاع اللاين. يعني ايه اللي انت تشوف في ممكن لا فيجوال ايه اللي انت تشوف سيلز فيرسس مارجن لاين شارت. ما هو ده اللاين. ما هو ده اللاين شارت. لا مفيش احنا ممكن نعرض بشكل تاني. يعني ممكن نعرضها بشكل ممكن نعرض بالشكل ده. لا بص يعني بص ممكن نعرض بالشكل ده. بس بص الشكل ده بسيط خالص. بص المنظر ده لان هو البيع كتير 100 وشويه 1000 والمارجن حوالي 1000 وشويه. بص يعني في بار بقى مليان اشكال. يعني ما هو في كومبو دي لو في ثلاث حاجات. يعني الكومبو دي لو فيها ثلاث حاجات بالمنظر ده كده. يعني كومبو لو ممكن مثلا يبقى بيع اهو ده او مثلا حاجه زي كده اهي اللي هو ده البيع والمارجن نازل من عليه زي بعض. خليها كوم. ممكن نغير لاين اهو. تعالى كده نغير لاين اهو. ندوس هنا كده ممكن نغير مثلا نخلي مثلا اللاين لاين لاين فين تحت هاي اللاين سوليد مثلا نخليها مثلا داش دي مثلا ولا حاجه اهي. او نخليها صوره زي ما هي ونخليها مثلا الويدز بتاعتها كبيره شويه كده تبقى واضحه شويه ونخليها تكون بس كده المنظر ده. ونخليها كلر يبقى بينك كده مثلا. لا مش كده كويس كده كويس كده كويس كده كويس. نخلي مثلا ماركر ونخليه ماركر ده مثلا ماركر ده يبقى على اول كاتيجوري يخلي مثلا اكتر بص هو اللعب في الحاجات دي كتير قوي. يعني بص اللعب كتير جدا. انا بس بوريك الاول الديزاين وبعد كده الفورمات فيجوال دي يا جماعه دي بتاعتكم دي مليانه حاجات. عملتها لا انا عملتها. فاكرها دي يا باشمهندس ولا فاكر اللي بتقول عليها؟ لا عملنا بيع والتارجت كان من فوق. التارجت كان بالعرض. ايوه دي عملتها. بس دي عملتها في الاكسل. حضرتك ما حضرتش معانا الاكسل. دي كانت اخر محاضره المحاضره قبل الاخيره كان في الباور بيفوت. كنا بنشرح ليه يعني كلهم مثلا البيع جاي كده والتارجت بالعرض. دي انا عملتها فعلا.
بس انا بس حبيت ان انا اوريكم شكل الديزاين. تعالوا بس كده نكمل الحته دي كده اهو، خلي دي مثلا هنا كده اهو. بس كده اهي. اهي. بس كده اهي. دي مثلا دي توتال سيلز باي برودكت لاين. انت ممكن تعمل هنا كده. تكبر بقى الاكس اكسس دي كده، نكبرها شويه. ايوه ما هو في تفاصيل كتير يعني، في تفاصيل كتير. قول لي. سم اوف توتال سيلز ازاي؟ اني شارت. اه سم اوف توتال سيلز باي برودكت لاين. العكس بقى في البار تشارت، في البار الاكس بيبقى مكان الواي، واي مكان الاكس، فاهم قصدي؟ بيبقى معكوس. تمام كده يا شباب، معلش بس عايز بس اوريكم بس الشكل يعني، انا بس ماشي معاكم. وده كمان اللي انت مثلا بتعمل بالجندر اهي كمان اهو، انا بس بوريكم الشكل هيبقى ماشي ازاي اهو اهو كده. عايز دي تبقى كده شويه اهي، ودي كمان تبقى بالعرض كده اهي. خلي دي كده مثلا. ممكن اصلا نقلل العرض بتاع اللي تحت ونعمل جنب بيمس اللي تحت بقى فوق. اه اللي تحت مكان فوق اهي، تبقى دي كده مثلا، تبقى هنا كده. آه لا لا لا، خليها زي ما هي دي اهي، ونخلي دي كده مكان، نصغر دي كده شويه اهي. اه الليجند هنخلي دي كده هنا كده اهي، ونخلي دي كده اهي. اه ده شكل من ضمن الاشكال اللي انتم ممكن تشوفوه في تصميم الداشبورد اهو. ده كده بس انا عايز بس اظبط بس الحته دي كده اهي. نعم ما هو لسه هكتب ده كوارتر 1، ده كوارتر 1 في سنه 2019. ثانيه اهو اهو كده. ده كده الفورمات، ونكبر دي كده شويه اهي كده كمان اهي. بس كده اهي، ونشيل الليجند ونكبر الكلام شويه، خليه مثلا داتا ليبلز اهي، الفاليوز تكون كبيره شويه زي مثلا كده هنا اهي، ونخلي بالزيرو ودي بالالوفات، ونخليها تظهر الكاتيجوري ليبل والبرسنتج اوف اول اللي هي دي دي قصدي دي التوتال سيلز باي سيتي. هنيجي عشان نعدل التايتل، هنيجي هنا في الجنرال ونيجي في التايتل هنا ونكتب هنا توتال سيلز باي سيتي. تمام اهو، وده المنظر اهو بتاعه اهو كده بالظبط بالشكل اهو بالظبط. احنا بقى عايزين نحط لها تايتل، هنحط لها تايتل ايه؟ هنيجي هنا في انسرت في حاجه اسمها تكست بوكس، هنيجي هنا كده. طب نشيل بقى نحطها هنا كده ايه؟ لا ما فيهوش تحريك يا باشا. في اهو اهو، لا اهي كده اهي اهو اهو، ونصغرها كده بالظبط اهو كده اهو كده، ونكتب مثلا هنا ايه؟ داشبورد سيلز، داشبورد سيلز داش بورد. ونكبر دي كده شويه، نخلي الكلام مثلا كده كبير، مثلا نخليه مثلا 40، مثلا 40 40 42 كمان 44 كمان بس اهو كده. احنا هنا لسه ما خلصناش، في حاجات كتير قوي ممكن هنعملها دلوقتي. انا بس هوريكم بس شكل الداشبورد بتبقى عامله ازاي. تمام كده يا استاذ؟ تمام. ممكن بقى نعمل بقى هنا ايه؟ دي هتكون كيو تي ار 1 2019. نخليها مثلا، لا نخليها مثلا، اه نخلي الحته دي الجزء ده كده نخليه مثلا. نعم ما هو اه كيو 1 اه كيو 1 اي كيو تي ار دي كيو 1 اي كيو 1 2019 خليها كده.
بصوا يا شباب بقى في شويه تفاصيل بقى، يعني بصوا الشكل ده كده مش عاجبني، ممكن نزود عليه ايه؟ نخليه مكانه مثلا سلايسر، بحيث انت لما تيجي تفلتر ولا حاجه هنشيل ده كده ونحط مثلا سلايسر. سلايسر بايه؟ سلايسر بالشهر. لا البوك مارك دي لسه هنشوفها دلوقتي، البوك مارك دي يعملها ازاي. والبوك مارك كمان عايزين نعم يعني ايه الحاجات دي؟ اني حاجه معلش فاهمني، فيجوالز نشيل الباك جراوند تقريبا ونحط الباك جراوند بتاع الكلاس اللي بره صح؟ انا عارف سند باك جراوند هي بتبقى هنا، بتبقى هنا في سيلكشن، بتبقى في سيلكشن يعني انت ممكن تعملها في سيلكشن، تدوس هنا كده وتدوس فورمات اهي اللي انت بتقول عليها برينج فورورد وسند باك جراوند. بس سند باك جراوند على ايه؟ ايه اللي هو هو إيه؟ لا انا بحب ده هي كده تبقى حلاوتها كده. لا لا تبقى كده قصدك على المنفصلين يعني نخليهم كلهم؟ لا دي تبقى احسن حاجه اللي هي في فواصل. لا دي احسن حاجه على فكره مش بوصل. بص كده على اي داشبورد هنا كده بقول لها لا بص على اي داشبورد، بص اي داشبورد تلاقي فيه فواصل مفيش، بتبقى الدنيا سايحه دي كده ما بتتكتبش اهي مش بوصل اهي. بص على اي داشبورد اهي ما فيهاش، لازم يبقى فيها فواصل، لازم انا مش بهزر والله لازم يبقى فيها فواصل، يعني ما تلاقيش داشبورد سايحه كده على بعض معايا. والله يعني ما هو حتى هو انا داخل حتى على داشبورد اهي، انا داخل حتى على داشبورد اهي كتير اهي مفيش داشبورد يعني ميرج كده كلهم على بعض. تمام تمام نكمل بس الحته دي معلش عشان بقى يبقى فيها شويه تفاصيل كده، عايزين بس نخلصها الحته دي. ممكن نعمل بقى هنا ايه؟ ممكن نعمل سلايسر. سلايسر بقى اللي هو ايه؟ نيجي هنا كده، هنا كده سلايسر اهو كده، ونخلي سلايسر مثلا ايه بالسنه مثلا، هنا السنه لا 2019 لا خلي السنه دي زي ما هي، خليها مثلا ايه بالمانس عشان هم احنا هنا يا جماعه لحد 2019 ف يعني لو دوست مثلا 2000 قصدي لحد قصدي شهر 3، لو دوست مثلا شهر سبتمبر مش هيحصل حاجه فاضي، فاهمين قصدي؟ احنا اخرنا لحد شهر 3 نشوف اهو كده سنه كده جانيوري، نشيل دي جانيوري اهي ونيجي عند فلتر ونيجي نختار، لا نختار هو جانيوري فبراير مارش اهو هنا كده اهو دي الثلاث شهور بتاعتنا. وممكن نكبر بقى الكلام كده شويه، ممكن بقى لو فيرتيكال او اللي هو تايل او دروب داون، يعني ممكن تعملوه اكتر من حاجه. تايل ده اللي هو بالمنظر ده كده فاهمين قصدي يا شباب؟ ممكن مثلا نكبر ونخليه بقى اللي هو يعمل يبقى فيه زرار يعمل سيلكت اول او لا، يعني ممكن لو ندوس هنا كده شو سيلكت اول هيبقى فيه هنا زرار اسمه سيلكت اول فاهم قصدي ايه؟ بس انا هخليها زي ما هي كده وفي مالتي سيلكشن وفيها كل حاجه تمام تمام كويس قوي كده. تعالى بقى انا عايز بس اكبر الكلام كده شويه، هنيجي على الفاليو اهو ثواني اهو انا بدوس هنا اهو كده لا انا عايز اخليها، لا انا عايز اخليها مثلا تبقى فيرتيكال كده بالظبط كده تبقى احسن كده، تبقى دي فيرتيكال. ممكن نعمل مثلا دروب داون تاني او ممكن نعمل ايه تاني مثلا يا شباب معلش لحظه اقول لك دلوقتي نعم لا لحظه مش كده نعم اتفضل برانش بالبير برانش ممكن هي تبقى بير برانش او ممكن نحطها مثلا هنا كده نعمل اهو. ما انا اقول لك بقى دلوقتي ايه فكره البوك مارك لما تيجي دلوقتي، هنيجي نعمل دي كده هنا اهو دوس كنترول سي كنترول في ونخليها هنا كده ونخلي دي كده بالسيتي اهي، ونخلي مثلا واحده ثانيه مثلا خلي دي كده تحت كده هنا خلي دي هنا كده وناخد مثلا حاجه بالبرانش البرانش فين البرانش ماشي حاضر نعمل حاجه كده يا باشمهندس اللي هي بتاعه ال اللي انا قلت لك عليها اسمها كي بي اي. ازاي نعمل كي بي اي؟ معلش انا هخلي دي هنا كده عشان انا ما شرحتلكوش كي بي اي وهي ما كانتش في الكورس ده، بس انا اشرح لكم الكي بي اي بيبقى ماشي ازاي. تعالى بس نصغر دي كده شويه
بصوا يا شباب، في هنا حاجه اسمها كي بي اي اهي. في هنا حاجه اسمها كي بي اي، كي بي اي. كي بي اي دي اللي انت بتقيس بيها المبيعات بتاعتك وصلت لفين وكده. في طبعا في جيج اهي، جيج. جيج دي برده اللي هي عامله زي سرعه العربيه، او اللي هو بيبقى عداد العربيه وكده. ده برده بتقول له انت وصلت لحد فين وكده. بس انا بختار الكي بي اي دي، خليها هنا كده. الحته دي كده. الكي بي اي دي عباره عن ايه؟ اللي انت بتقول له احنا وصلنا لفين. لو احنا جينا نبص على التوتال سيلز، التوتال سيلز بتاعتنا 322000. نفترض انا عايز اعمل تارجت، تارجت ليه؟ هنعمل ايه؟ نعمل نيو ميجر. نعمل نيو ميجر، نحط له مثلا وليكن 350000 عشان نشوف الكي بي اي دي هتجيب ايه. وصلت؟ تعالى كده نعمل مثلا هنا نيو ميجر، ونخلي فين اهو كده مثلا، ده اسمه تارجت، تارجت. ونكتب مثلا 330000، 1 2 3، وندوس انتر. انا اديته قيمه، بس اديته قيمه. لما اجي ادوس على الكي بي اي دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الكي بي اي هنا في فاليو وفي تارجت. هنقول له الفاليو اللي هو ايه؟ التوتال سيلز اهو كده، ونحط له التارجت اللي هو فين. التارجت ده لسه ظاهر دلوقتي. التارجت اهو. والله الواحد بحس ان هو طعمه، اقسم بالله. هو انا دايس عليها؟ ما هو المفروض دي المؤشر اللي فوق. لا فك كده صح. تارجت توتال سيلز، وده اللي حصل. طب نجيب التوتال سيلز كده، نعدها كده، نخليها في نيو ميجر لوحده عشان بس اشوف دي، عشان دي لسه ازاي مش ظاهره يعني. لا طب نحط مثلا كوانتيتي. لا المفروض لا. لا لا مش صح. لا انا المفروض ان انا اجيب التوتال سيلز. طب لا يعني خليها كده بس لحد ما اقول لكم حته التارجت دي، الحته دي معلش، عشان بس دي مش عارف عامله كده ليه. طب نعمل بس فاهم التارجت. صدقني فاهم، بس هي الفكره كلها اهو. ما هو التارجت هو لما انا اجيبها اهي كده اهو، التارجت تارجت 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 اهو، ونحط التوتال سيلز في الفاليو بالشهور. شهور شهور ننسى ده. شهور ديتا مانس اهي. هو كده متحقق تارجت باي مانس. لا ثواني كده نبص على دي كده. شهر يناير فبراير مارس بالظبط. هي بس الفكره يا باشمهندس، انا كنت ناسي حته الشهر. يعني مثلا انا جيت هنا قلت له كده على موضوع الجانيوري، او مفيش اهو كده جانيوري، قال لك انت واقع عن التارجت بتاعك. بص كده التارجت بتاعه انا حاطط له 330000 جنيه، هو عامل في جانيوري 116000. فاهمين قصدي يا شباب؟ هي بس كانت لما انا حطيت دي على دي، نسيت بس احط الشهر، الشهور اهي. لما هنيجي بقى نجمع فبراير ومارش، قال لك انت واقع عن التارجت التوتال كله اهو. قال لك انت واقع عن التارجت بتاعك بكتير شويه. هو ده التوتال سيلز بس كده. يعني فاهمين قصدي؟ ده الكي بي اي بتاعتنا. يعني ممكن مثلا انت قول لي كده يا باشمهندس، هي المفروض ان هي بتاعت كله، توتال سيلز بتاعت كله. بس انا حابب ثواني، انا حابب ان انا اعمل توتال سيلز بالميجر، مش عايز اعملها بالكولوم. توتال سيلز دي يا باشمهندس معموله بالكولوم. لا ما هو انا التارجت ده انا حاططه لكم كده كمنظر. يعني هو التارجت ما بيكتبش كده يا باشمهندس. يعني ايه مثلا التارجت؟ بيكون مثلا قال لك ايه؟ قال لك انت بيجيب لك الشيت مثلا قدام كل حاجه التارجت بتاعتها. انا بس حطيت تارجت كده ان احنا ايه، نشوف الكي بي اي بتشتغل ازاي. يعني هنا بيقول لك مثلا هنا ايه، انت واقع عن التارجت بتاعك ب 66%. طب لو انا خليت مثلا التارجت ده مثلا وليكن، تعالى كده نبص كده على التارجت ده كده، خليته مثلا 100000. عليت اتغيرت اهي. طيب انا بس عايز اعدل بس التوتال سيلز لحظه، انا هغير بس التوتال سيلز لحظه واعملها كميجر عشان انا عايز اعملها من نفسنا. احنا هنا قلنا التوتال سيلز بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان احنا بنضرب الكوانتيتي في البرايس، اليونت برايس. فنستخدم داكس اسمها اتريتور، اللي هي سام اكس، اللي هي تضرب ده في ده، وبعد كده اللي يطلع تجمعهم وتطلع لنا الناتج، اسمه سام اكس.
هنيجي نعمل هنا كده نيو ميجر اهو كده توتال تيلز اكس عشان ابقى عارف هي الفرق ما بينها وما بين التوتال او توتال تيلز 2 سم اكس التيبل اللي هو اسمه ايه سوبر ماركت اسمه سوبر ماركت سيلز الاكسبريشن هنقول له ايه سم اللي هو قصدي لا الاكسبريشن هيكون الكوانتيتي في اليونت برايس ونقفل الكوست وندوس انتر وصل كده شباب توتال سيلز 2 نعم اي بص يا باشمهندس سم اكس دي بتعمل ايه عارف سم برودكت اللي في اكسل عارفها في معادله اسمها سم برودكت في الاكسل بتضرب يعني بتضرب صف 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 بيطلع نتيجه اللي تطلع تروح جمعهم وياخد التوتال بتاعه بالظبط لا مش في معادلات بتستخدم اسم التيبل في معادلات بتعد كلهم بس نعم لا مش تظهر بص اهي كده اهو كده سم اكس بيقول لك انت طالب ايه يقول لك انا طالب سم اكس دي معادلتها ايه بص في البدايه كده بيقول لك ايه اهي يقول لك اول حاجه تيبل ده اني تيبل اللي هو اسمه سوبر ماركت سيلز يبقى سوبر ماركت سيلز بعد كده كوما الاكسبريشن انت عايز ايه اقول انا عايز اضرب الكوانتيتي في اليونت برايس اهو وقفل الكوست ودوس انتر ده التوتال سيلز اهو هنيجي هنا كده نحط التوتال سيلز دي هنا كده التارجت ده كام ده بقى ده على انهي شهر دي على شهر طب ما هو ازاي جايب التوتال سيلز طب وهنا جايب التوتال سيلز ازاي طب لو انا حطيت التوتال سيلز دي لا مش عارف مش حد بس ما نعرف بس التفصيله دي ايه بصوا يا شباب معلش خليها بس كده معلش الاخر معلش انا دي مش جاي معاكي خالص ها انا كي بي اي دي خليها بقى كده المره الجايه بشرحها نعم 300000 بالظبط انا حطيت بس التارجت كده بس نشوفوها بس المنظر ده تمام مش مسمى مش عارف ليه مش مسمى عليك انا ماشي جيج 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 دي لا هي بص هي كده لا بصراحه ما جربتش جيج دي قبل كده بس هو بيقول لك التارجت هو بيقول لك التارجت التوتال سيلز دي كده نحطها اهو توتال سيلز 2 307000 والتارجت بتاعها التارجت اهو بص بيقول لك انت انت التارجت انت جايب 307000 بس التارجت بتاعك بس التارجت لا بس التارجت برضو لا مش 600 التارجت لا هنا كده هو تقريبا هو فاهم ان التارجت ستارت لا هو ثانيه لا 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 هي لا 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 مش عارف خلينا واقفين هنا كده لحظه عشان بس ما نلخبطش في اي حاجه خلينا في الحته دي لحد هنا لحد ما اجي اشرحها لكم حتى بعد كده بصوا شباب هنا وصلت كده المرحله معلش شباب عايز تخليكم معايا بس الحته دي معلش هنيجي بس كده نفصل دي كده هنا وهنخلي السلايسر ده هنا كده خليه بالمنظر ده كده هنزود بس حاجه هنا ثانيه اللي احنا كنا عاملينها اللي هي بيقول لك جروس انكم دي اللي احنا عاملينها جروس انكم باي احنا كده حلينا ايه سم جروس انكم اهو هنا كده جروس توتال سيلز اهو كوجز اهي توتال سيلز باي برانش اهو توتال سيلز باي سيتي سيتي اهي بعد كده توتال سيلز باي برودكت لاين اهي لا توتال سيلز باي برودكت لا دي اللي بقى مش موجوده ما دي اللي احنا مش عملناها هنعمل هنا كده معلش اهي واحده هنا كده بار ونصغرها دي كده هنا كده خليها هنا كده اهي توتال سيلز باي برودكت لاين اهي بس كده اهي ونصغر بقى الداتا اهي اللي نخلي الواي اكسس نخلي التايتل بتاعه يتشال ونيجي عند الاكس اكسس نخلي التايتل بتاعه برضو يتشال
ونحط داتا ليبل عشان الكلام يبقى ظاهر في الفيجوال، قصدي داتا ليبل اهي بس كده. ده كده شكل الداتا اللي احنا عاملينها. تعالى بس كده نشيل بقى دي كده ونشيل دي كده. بصوا دي كده من ضمن الحاجات اللي موجوده دلوقتي اللي احنا عملناها كداشبورد. لما نيجي ندوس على جانيوري، جانيوري هتغير في كل حاجه من هنا، فبراير هتغير في كل حاجه من هنا، مارش هتغير في كل حاجه من هنا. طب دلوقتي مثلا جه حاجه مثلا زي ان انا عايز، انا بفلتر من هنا كده ورحت مثلا بفلتر على سبورت، ركزوا يعني انا فلترت هنا وفلترت هنا، طب انا عايز ارجع، ارجع ازاي؟ ادوس على انهي وبعد كده ارجع تاني هنا كده. طب احنا عايزين نعم تاني، دوس على جانيوري وبعد كده انا عايز افلتر بسبورتس اند ترافل اللي هو البرودكت لاين، يعني ادوس عليه تاني. لما ادوس عليه كده فلتر لي على على السبورتس دي جوه جان. طب انا عايز ارجع تاني من الاول، هنعمل ايه؟ هندوس على دي وبعد كده ادوس على دي. طب افرض انا مفلتر على اكتر من حاجه بقى، يعني مش دي بقى، ده انا مفلتر على اكتر من حاجه، يعني مثلا كاتيجوري وسب كاتيجوري وكذا حاجه. هنا تيجي فكره البوك مارك، البوك مارك اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. هنيجي هنا يا جماعه، هنيجي ندوس، هنيجي الشكل ده كده. البوك مارك دي بتعمل ايه؟ بتاخد لنا لقطه من الشكل ده، ده الشكل النهائي صح كده، ده اللي من غير اي فلتره. هنيجي هنا كده، هنيجي عند قائمه فيو، فيو هندوس على كلمة بوك مارك تمام، وهنيجي على الشكل اللي كان نقول له اد كده، خد ايه؟ بوك مارك سكرين شوت كده زي هوم كده، دي اسمها نسميها هوم او ده الشكل بتاعها. لما نيجي ندوس على جانيوري ونيجي ندوس على ميل ونيجي ندوس على سبورتس، يعني لا ده الاول سبورتس وبعد كده ندوس على ميل، دي كده احنا خدنا 5000 حاجه في حاجه. طب عشان ارجع بقى في كل حاجه اروح داس على دي، رجع تاني. وصلت كده سيب اللي هي البوك مارك دي، انت بتاخد زي سكرين شوت من من الداتا. طب بدل ما افتح البوك مارك ممكن نعمل ايه؟ ممكن نربطها بصوره، بهيئه صوره، يعني ممكن يجي هنا كده اهي كده ونروح على فلات ايكون. فاكرين عارفين فلات ايكون ده؟ فلات ايكون، ونيجي هنا مثلا في الايكونز هنا ونيجي نكتب هنا مثلا هوم. ومثلا ناخد هوم زي دي مثلا او دي مثلا، دي عاديه بي ان جي وفري داونلود. انا بعمل ايه؟ انا هاخد صوره بحيث ان انا لما اجي ادوس عليها يرجعني تاني. فاهمين قصدي ايه يا شباب؟ هندوس عليها هنا كان ديسك توب اهي، بدل ما افتح البوك مارك اعملها فايق صوره كده. نزلتها على الديسك توب هنا اهي، الصوره نزلت اهي. هنيجي هنا كده، بس انا عايز بس احط مكان الصوره، احطها مثلا وليكن مكان هنا كده الحته دي كده. هنيجي ندوس انسرت، انسرت انسرت ايمج، ايمج اهي، وندوس على الديسك توب هوم بي ان جي. الصوره اهي نزلت اهي، نخليها هنا كده. بس انا بقول لك نخليها هنا كده، انا ممكن نخليها هنا يعني، بس انا بقول لك بس نخليها هنا. لما تيجي تدوس على الصوره، الصوره عامله زي البطن. لو انا قلت لكم البطن، البطن دي بيبقى عباره عن ايه؟ يا اما ستايل واكشن، يا اما بياخد اكشن يا اما بتعدل في الستايل بتاعه. وصل كده يا شباب؟ هنيجي نعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها بوك مارك صح؟ لما نيجي ندوس على الصوره دي كده ونيجي ندوس على الفورمات بتاعت الصوره، الفورمات هيقول لك في حاجه اسمها اكشن، هندوس على الاكشن. يقول لك الاكشن بتاعك انت عايزه ايه؟ باك ولا معرفش ولا بوك مارك ولا ايه؟ اقول له بوك مارك. يقول لي انهي بوك مارك؟ اقول له الهوم. بعد كده خلاص كده، فكده انا هقفل بقى البوك مارك اللي هو في قائمه، يعني الغيه خالص واعمل دي كده خلاص. هو كده لما اجي افلتر، فلتر على جين وفلتر على سبورتس اند ترافل، كل عليا ادوس على كلمه كنترول، كنترول وادوس على الصوره ترجعني تاني زي ما انا. وصل كاسب حلو دي؟ نعم. ليه؟ ليه؟ اوبشن تاني، انا مش فاهم، معلش النهارده حاسس مش فاهمكم او انتوا مش فاهميني، مش عارف، احس ان انا هندي وانتوا صينيين صح يا باشمهندس؟ صح انا حاسس بكده صح كده؟ اه انا حاسس بكده اهو، انا حاسس ايه؟ ايه؟ فين؟ عمال اعمل كده كتير. انا فعلا لا النهارده كان يوم صعب، بس بصراحه النهارده يعني كان في ناس ماسكني كده والله، والله فعلا كان الموضوع كان صعب والله.
فبصوا كده احنا عايزين بقى نعمل بقى ايه لقطه حلوه بقى كده. نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل دريل ثرو، دريل ثرو، عايزين ندوس على حاجه تودينا هناك، يعني تودينا هناك بقى. ها؟ اتفضل. انا اسف، انا فعلا متاسف. اتفضل خدوا بريك. انا لا، النهارده فعلا كان صعب، انا فعلا يوم صعب. انا لا، على فكره انا متاكد ان كل واحد معمول ساند باج، وعارف انت يضرب ويرد له، يضرب وتروح راجع وتروح ردد له تاني، روح ضربه بعد كمان. يا استاذ ايه الاخبار؟ احنا كلنا بينا ساند باج صح؟ جاي من الشغل برضه صح؟ ازيك يا باشمهندس؟ بس انت بس لا، في الشغل مش هتلاقي الفانسي. لا لا لا، ما هو شكلك ايه وحش؟ يا معلش معلش، انا عايز اسالك سؤال بالله عليك. تحت ايه؟ تحت ايه؟ هتلاقي هنا. يلا يلا استاذ، خلاص كده يا جماعه، احنا بس هنعمل ديزاين للموبايل ونعمل ببلش وخلاص على كده. خلاص يلا يلا، معلش الموبايل وببلش. هنعمل هنا كده ده الموبايل، فممكن ان انت تختار الموبايل ده 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 الكريت بتاع الموبايل. ممكن انت تختار الحاجه تعملها كمانيوال، اتفضل، او تعمل اوتو كريت هنا كده. يعني ممكن تختار هنا مانيوال، هنا تقول له انا عايز دي هنا كده ودي هنا وهكذا، او ان انت تروح مسحهم خالص كده وتعمل هنا كده اوتو كريت. هو بيجيب لك المنظر الشكل اللي انت ايه عايز تعمله. فده كده الشكل ده كويس، هروح دايس دي كده، اروح مسحها واروح عامل ده كده، اخلي ده برده اشيل الداشبورد دي كده، مش محتاجه، انا عايز بس اخلي الشكل ده كده هنا وهنا وهنا كمان اهو. بترجع تاني اهو، هنعمل ده كده نطلعها لفوق، يعني ده الشكل اللي احنا عايزينه، يعني فاهمين قصدي؟ اهو ده كمان اهو، وده كمان اهو. ماشي، وده كمان برده نخليه برده هنا كده، المفروض تبقى فوق، بس يعني انا بس بحاول بس اوريكم الشكل اهو. شكرا زولا، فعلا جدع جدع جدع، فعلا انت لقطتيها فعلا، المفروض دي تبقى فوق صح، لان دي اساسا دي الفلتره، فانا هخلي الفلتره في النص. بس طبعا دوست كنترول، لو دوست كنترول كويس كويس. احنا كده فهمنا الفكره، يعني احنا كده عرفنا انت عايز ايه، فاحنا كده ماشيين وراك. انا عارف ده كده الشكل بتاعنا اهو، ده كده الشكل ال ال السلام عليكم. ده كده الشكل اهو. بعد كده تقدر، ده كده شكل الموبايل. لو عملنا هنا كده، ده كده رجعناه. طب عايزين نعمل ببلش. خلاص يا جماعه احنا كده قربنا نخلص، هنعمل ببلش. هنيجي هنا في الهوم. ببلش يا شباب، لازم يبقى عندك الاكونت بتاعك على الاقل، على الاقل داخل باكونت مش جيميل وهوت ميل، يبقى اكونت باسم شركه. يعني اكونت ممكن يتقبل. كل عليك انك تعمل هنا ببلش، ببلش اهي، ببلش اهي. بص، اي اكونت غير الاكونتات هقول لك الببلش دي، ده اكونت قصدي، لازم تكون داخل باكونت غير اكونت المجاني اللي هو زي الجيميل والهوت ميل والياهو والكلام ده. لازم تبقى داخل باكونت، اكونت اسم شركه، اسم جامعه، اي حاجه غير @جيميل @ياهو ايا كان، حتى بالبنك بتاعك، مش انت ليك اكونت، تعمل ريجستر، تعمل ساين اب في باور بي اي بالايميل بتاع الشغل. خلاص كده وصلت، وهندوس ببلش اهي. يلا هي كده تمام كده، هندوس بيقول لك انت عايز سيفها، هنقول له سيفها. هنسيفها مثلا هنا كده كببلش، ببلش هنخليها مثلا على الديسكتوب عندي، براوز، خليها على الديسكتوب عشان لما كده ابقى عامل لكم سيلز داش بورد Q1 صح 2019. شكرا، هنعمل سيف اهي كده. احنا سيبناها، هنقول له ببلش اهي. باور بي اي سيرفيس، قال لي ببلش انت، هيقول لك انت عن ماي ورك سبيس، اقول له هي ماي ورك سبيس دي عندي. سيلكت، هو بيعمل ببلشنج اهو. لما نطلعها فوق الاول، هو في حد بيبعت لي حاجه على تيم؟
تمام كده يا شباب، كده احنا عملنا الببلش اهو سكسس اهو. هندوس اوبن سيلز داشبورد. شباب مساء الخير. في حاجه اسمها مايكروسوفت فابريك. مايكروسوفت فابريك ده منصه كبيره جدا لتحليل البيانات والتصورات، تقدر تعمل من عليها الشغل. كده انت بقيت حاجه على الاونلاين، كده انت بقيت اونلاين، بس طبعا انتوا مش هتشوفوها لان انا ايه، انا وانتوا ايه، انت مش برو وانا مش برو، فانا هطلعها عندي انا بس، انا بس. اوكي ده كده اتعمل الداشبورد اهي، مش هيشوفه، لازم انتوا الاثنين برو تروح له باللاب. ما هو بالظبط مش بهزر والله، تروح له باللاب وتبعت له الفايل. لا برضو تبعتها له كفايل، فايل نفسه كانه عادي، كانك رحت له باللاب او بعت له فايل عادي، بس بقى فايل باور بي اي، او تبعت، او انت بقى لو انت برو زي استاذ سيف طبعا، استاذ محمد، وربنا منع مش انا والله، استاذ سيف واستاذ محمد. لا بس تقدر يعني، ده كده بريميوم كاباسيتي يعني، كده ما شاء الله الرجاله دي عندهم لايسنس بريميوم من الشركه، واخدين شركه يعني ايه، واخدين لايسنس شركه كامله ليهم. مش بتفرجوا جوه الباور بي اي؟ بصوا يا جماعه، ممكن بقى تعملوا لقطه حلوه قوي 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 قوي. بصوا الشكل ده الجميل ده، ممكن تعمل لنا اكسبورت تقدر تنزله على باوربوينت. ركزوا اللقطه دي، اكسبورت باوربوينت على 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 ورك سبيس بتاعتي انا، تمام؟ اعمل له باوربوينت، ركزوا بس. مساء الخير، عشان كده هنعمل باوربوينت اهو، اوبن باوربوينت اهو، ده شكل باوربوينت اهو، اكسس اند اكسبت اند كونتينيو. لا مختلف خالص، لا مختلف كتير، بس في اساس، لا باور بي اي لايف جوه باوربوينت، ده مختلف خالص يا استاذ. بيقول لك ماي ادنز اهي، لازم ننزله من ادنز اهي، ادنز نزل حاجه اسمها باور بي اي، استني لحظه اهو. باور بي اي لا اهو، وكل ده بيحمل ولا ايه؟ سيلكت بيج، ثانيه لحظه اهو كده، ده الشكل بتاعنا. تيجي تدوس، بصوا يا جماعه، هو كمان لايف جوه الباوربوينت، يعني تدوس هنا كده هيتغير لك الداتا بتاعتك مع التغيير اهو، خدت بالكم؟ يعني هو بتاخد زي امبيد، حاجه اسمها امبيد دي كده بيبقى تعال نجرب، ابعت لكم كده وشوفوا. حد معاه، حد يقول لي الواتساب بتاعه كام؟ فاتح هنا الجهاز؟ طب قول لي كده، هبعته لك انا عمر دلوقتي، نعمله كده سيف، اسيفه كده. صح والله الموضوع ده هيبقى حلو قوي، انا بس نجرب الاول يا استاذ، بس يا استاذ شخص عمر شويه يعمل بلقمته، يعمل بلقمته. استاذ عمر اهو، هو دي اللي احنا عملناها اهي، افتح كده سيف اهي كده، شوف كده خلاص كده يا جماعه، وصلت كده ان احنا بس عملنا. نعمل بقى اخر بقى حاجه خالص، هل ينفع انا مربطه على الموبايل، هل ينفع لو انا فتحته على الموبايل كده يجي؟ ثواني كده، سيل داشبورد كيو 1 اهي كده اهو. بصوا اهو المنظر اهو كده اهو على الموبايل، بس طبعا على الموبايل انا مش على موبايلكم، فهو اتفضلي وزعي لاخواتي كده، عارف انت، اتفضلي يا حاج اهو جانيوري اهو، لما اجي فلتر هيفلتر اهو، لما اجي اختار مثلا على فاشون ده مثلا هيبتدي يختار اهو. حلو جدا،
لما سيفته لما طلعته على الببلش. ما هو الببلش انا منزل ابلكيشن باوربوينت على الموبايل ماشي ممكن. لا ما هو انت بقى تخش بقى بالاكونت بس هو كده اهو. طبعا احنا قلنا ايه ثاني بس فك الفلتر ده كده. احنا قلنا ايه المبيعات بتاعتنا 307 اهي التوتال سيلز 307 الكروس 15000 يعني قصدي دي بيانات الباور بي اي على الموبايل او حتى بالتري ماب وكل حاجه. بس بقى انا كده ما طلعتش للاسف. يبقى هي للاسف هي موجوده هنا بس. ده اول مره هقول لكم يا جماعه كده احنا خلصنا. خلاص النهارده داشبورد كده بسيطه. المره الجايه تبقى داشبورد كده بقى. بصوا يا جماعه معلش معلش اقول لك حاجه. هو لما قلت الناس همدانه مش عارفه تقوم ولا مش عارف. انا قلت ان هو ايه احنا مش مصدقين اللي انت بتقوله. احنا مش مصدقين معلش وبدري كمان. بصوا لا انا حبيت بس ان انا اوريكم بس ده داشبورد بسيطه. المره الجايه تبقى داشبورد مش بسيطه بس هيكون فيها تفاصيل اكتر. انا حبيت بس اوريكم الداشبورد بتعمل ازاي الشكل ده. انا كمان هبعته لاستاذ عمرو هعمل لكم بوك مارك صغيره. ممكن ندخل مثلا هنا كمان مبيعات الميل والفيميل نحط لها حاجه بسيطه جدا كده اللي احنا ممكن نزود عليها مثلا نحط لها دريل داون. يعني نحط مثلا هنا الميل والفيميل لو حطينا هنا دي كده لو سحبنا شايفين الميل والفيميل دي كده فاضيه. لما اجي اسحب البرانش ده كده واحطه هنا كده هتلاقوا هنا ظهرت علامات هنا كده. لما ادوس على دي كده او اطلع هنا وادوس قصدي على معلش لحظه اهي وادوس على علامه الدريل داون وادوس على دي بيبتدي يدخلني على المودل اللي تحتيها. وصلت كده يا استاذه؟ معلش ممكن بقى سؤال بقى اخير معلش انا كده خلصنا اونلاين. انا كده خلصنا خلاص اهو. معلش هو سؤال بس انا بس محتاج ان انا اخد معاكم صوره معلش. ده ليا انا ده ليا.